مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. قصة قصة نور القمر تندح علينا وقت السحر، إنو الصيام نادى الإمام وقت السحور يحلى السهر. القصة قصة نور القمر تندح علينا وقت السحر. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه وبقاله زمان، غنوله شهر طوله، غنوله أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان جانا. في رمضان رمضان فرصتنا للغفران، رمضان شهر الرحمة والأمان، رمضان هو شهر القرآن والرحمة للإنسان. أهلا يا رمضان. رمضان our chance for forgiveness، رمضان our chance to clean our soul، رمضان the month of the Holy Quran and the mercy to all mankind. Thank God for رمضان. كلمات الله نزلت في رمضان، نصوم نصلي ونقرأ القرآن في رمضان. The words of God came in Ramadan. We fast to pray and read the Holy Quran.